النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب انتقد تأخر وزارة الصحة في اكتشاف حقيقة العدوى الغامضة اللي أصابت بعض المواطنين في شبرا الخيمة وأدت إلى وفاة 3 أشخاص، مش يعني عدوى غامضة لسه مش عارفين إيه هي. وقال العقاد في تصريحات صحفية إنه على وزير الصحة إن هو يكتشف سريعا حقيقة الأمر وعدم ترك المجال للشائعات والاجتهادات الشخصية، وأشار إلى أن صحة المواطنين خط أحمر ولا يمكن التهاون فيها، قائلا هي الناس ماتت في شبرا الخيمة ليه يا معالي الوزير؟ طب عايزين نعرف. وطلب أيضا عضو مجلس النواب وزير الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالوزارة حتى يتم الكشف عن حقيقة هذه العدوى واستضاح ما إذا كان العدوى دي معدية ما بين المواطنين ولا هي مقتصرة على العيلة اللي مصابة نتيجة تناول مثلا طعام فاسد أو أي حاجة فاسدة. أشار العقاد كمان إلى أن منظومة الصحة في مصر بتعاني من الإهمال نتيجة قلة الموارد، وأصبح المواطن بيشتكي طول الوقت من ضعف الخدمة، مفيش أدوية والحاجات اللي احنا كل يوم بنسمع عنها دي. علشان كده يجب على وزير الصحة وضع استراتيجية لحل هذه المشاكل، ووجه رسالة إلى الحكومة مفاداها أن الصحة والتعليم هم قاطرة لأي مجتمع. ده كان الخبر، بس احنا محتاجين فعلا نعرف العدوى دي عبارة عن ايه، وهل هي فعلا يعني عدوى؟ لان كلمة لما انا اقول عدوى او اقول وباء ده معناه ان هو انتشر ما بين عدد كبير جدا من المواطنين. لحد دلوقتي توفى 3 أشخاص وفقا لكلام النائب محمد العقاد، 3 أشخاص، يعني انا ما اقدرش لسه ان انا اوصفها بالوباء. طب سببها ايه؟ وهل لو اهملت بالطريقة دي او اتخذ لها شوية المسكنات هتكملها العدوى دي فعلا موجودة، ان هي ممكن تستمر وتخلي ان في يعني عدد كبيره بتصيب الاطفال ولا بتصيب الكبار بس؟ والثلاثة اللي ماتوا دول اعمارهم ايه؟ مكانهم فين؟ ان انا اقول ان في شبرا الخيمه في عدوى وفي ومكان يعني مكتظ بالسكان وان هو في عدوى وفي وباء بيحصل هناك بيموت الناس، انا كده برعبهم. طب انا عايزه لو سمحتوا يا ريت نحاول ان احنا نجيب او نوضح للشارع المصري ما حقيقة هذه العدوى، علشان الكلام ده قد يثير او بالفعل بيثير الرعب بين المواطنين. طيب احنا معانا دكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب. دكتورة شادية صباح الخير. صباح الخير يا استاذة مها، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. دكتورة شادية، في عدوى في شبرا الخيمة فعلا؟ هو في 11 حالة اللي هم حصلوا في الأيوبية اللي هم في شبرا الخيمة، ثلاثة منهم ماتوا وستة مفهوم يعني جم بالتهاب معوي، وستة يعني خدوا العلاج وخفوا، وثلاثة محجوزين. ووزارة الصحة قامت بكل الفحوصات، فيروسات وبكتيريا، وعملت كل اللي نعرفه في الفحوصات والتحاليل طلعت كلها سلبية، وما زال الفحوصات مستمرة. لربما يكون حاجة جديدة احنا ما نعرفهاش، يعني واخدة بال حضرتك؟ يكون حاجة كده، لكن هم ما زالوا في البحث. واما اللي عندنا في امبابة دول كانوا 4 بس، واحدة جت حالة في حميتهم، 4 من بيت واحد برضك، في بنت جت الساعة 3 بالليل وماتت الساعة 12 الظهر، والتلاتة التانيين شوفيوا، وبرضك جاري البحث عليهم وجاري التحاليل وطلعت برضك التحاليل سلبية. طيب لكن احنا مزيد من التحاليل لربما يكون نوع جديد من الفيروس ما نعرفوش. طب حضرتك ممكن تقول لنا كده الاعراض دي عباره عن ايه يا فندم اللي بيجوا الناس دي بيه؟ هم جايين بجاسترونترايتس او التهاب معوي اللي هو اسهال وقيء. اسهال وقيء، في حراره او حاجه او اسهال وقيء ومغص. ومغص، يعني واخده بال حضرتك؟ لكن ما هوش برد ولا كحه ولا الكلام زي ده يعني. ولا حراره. ما هي بتبقى فيها حراره طبعا. بيبقى فيه حراره. طب يا فندم يعني حضرتك بتقولي التحاليل كلها طلعت سلبيه، يعني الناس دي لا اكلت ولا شربت؟ فيروس وبكتيريا، الحاجات اللي نعرفها كلها فيروس وبكتيريا طلعت سلبيه، دي زي ما قالوا اللي هي التحاليل بتاعت وزاره الصحه لما الطب الوقائي راح والطب العلاجي وعملوا التحاليل والمعامل عملت بالنسبه للميكروبات اللي احنا عارفينها طلعت سلبيه. طيب هو انا يا فندم امتى اقول على اللي بيحصل ده عدوى او اقول وباء؟ لما وباء ده يعني يكون في فيروس معين او بكتيريا معينه اتعرفت، واي حد يجي جنب الناس دي تاجي يعني يبقى انفكشوس، يبقى معدي. تمام. طب الناس اللي جت، الناس اللي جت وتم يعني اللي كانوا في المستشفى سواء اللي موجودين؟ لا مش معدي، مفيش عدوى حدثت. مش انفكشوس، اصل وباء او كده
يبقى حاجه معديه بقى والناس وتبقى ايبيديميك وتبقى في كل المكان. لكن هم بيتين دول ممكن يكونوا اكلات اكله مش مظبوطه حاجه. طب هي الحالات كلها من نفس الاسره؟ الحالات اللي هم الحالتين ال 11 من بيتين جنب بعض. جنب بعض. والحاله الاربع حالات امبابه من بيت واحد. من بيت واحد. طيب يا فندم دلوقتي، طب نحذر الساده المواطنين لما ابص الاقي اعراض ايه؟ زياده في منع العدوى، يعني ايه؟ غسيل الايدين كويس، غسيل الحاجه كويس، حط الحاجه في الثلاجه، ما فيش حاجه تقعد بره تتاكل ثاني يوم. تمام. يعني ايه؟ يبقى مزيد من منع العدوى. طيب لو حد ظهر عليه الاعراض دي يتجه للحميات؟ على طول اتجاه حميات امبابه وحميات العباسيه. طيب لو حد يا جماعه ظهر عليه اي اعراض، القيء، الاسهال، حراره عاليه، مغص شديد، نتجه على طول لحميات امبابه او حميات العباسيه. ما قلتش حميات العباسيه. طيب عموما انا يعني بشكر حضرتك يا فندم. ربنا يسلم يعني، ربنا يسلم يعني. ان شاء الله يا فندم. بس طب حضراتكم في اي يعني تعاون زياده مع وزاره طبعاً الصحه؟ انا من امبارح ومن اول امبارح وانا على اتصال بحميات امباب عشان هي دايرتي والكلام ده، اكيد النواب التانيين في حميات العباسيه والحميه كده، فاحنا على اتصال على طول يعني، لان احنا عندنا في امباب حاجه ثانيه برضك، الثلاث بيوت اللي هبطت بيهم الارض، فامبارح كان يوم غريب بالنسبه لي يعني. ثلاث بيوت هبطت بيهم الارض. طيب ربنا يكون في عونكم يا فندم. والله يعني لا احنا ملحقين على اللي في حميات امباب ولا اللي في ربنا يعني فعلا يلطف بعباده. ان شاء الله يا دكتوره، ويعني هنحاول طبعا نتابع مع حضرتك عشان بس نطمن. لحد دلوقتي يعني الموضوع المفروض ان هو متسيطر عليه. اي اعراض يا جماعه نتجه فورا لحميات امبابه او للعباسيه، فورا لحميات العباسيه او حميات امبابه. دكتوره شاديه ثابت، عضو لجنه الصحه مجلس النواب، شكرا جزيلا، وان شاء الله ربنا حتى يعني يقومكم كلكم بالسلامه. بس ناخد بالنا يا جماعه جدا، ونراعي جدا برضو ان احنا نحاول برضو ناخد بالنا ما ناكلش حاجه من بره، ما ناكلش حاجه مش نظيفه، نغسل ايدينا، ونخلي بالنا جدا جدا من الاطفال لو سمحتوا. نكمل.